موضوع المحكمة الاتحادية حقيقة أنا كنت متوقع هو تأجيل المحاكمة لأن أنت المقدمة مالتك كانت كلش دقيقة في هذا الموضوع. نعم. الحقيقة بالعراق احنا الآن نمر يعني خلينا نقول بأزمة سياسية أنا أعتبرها، ولو أنا يعني حديث بالسياسة، أنا رجال مهني كل حياتي لكن دخلت على السياسة ومو صعب واحد يعني يفهم الأمور. المحكمة الاتحادية يعني حقيقة في حيرة وأرادت أن تنطي فرصة للفرقاء السياسيين لغرض خلينا نقول تصفية الأمور، وإحنا نأمل أنه يتوصل الفرقاء السياسيين إلى حلول ترضي الجميع حتى نخرج من هذه الأزمة. طيب تم اتصال بك من قبل المحكمة الاتحادية، طلبوا شهادتك باعتبارك رئيس مجلس المحكمة الاتحادية. أنا كنت البارح في بغداد. القضايا اللي يعني خلينا نقول أنا مثارة قضية ضدي، لكن اليوم نضرب بالقضايا اللي ما تخص مجلس النواب، اللي تخص يعني الرئيس الحلبوسي مو اللي تخصني. أنا كان مفترض أحضر اليوم بس بلغوني أنه أنت ما يحتاج تحضر اليوم، ممكن يكون على الأسبوع الجاي أحضراني. لكن هو الحقيقة المحكمة الاتحادية أني يعني تحضر وين؟ ولو أتوقع أنت تسأل تحضر سؤال بالمحكمة الاتحادية يوم 25؟ بالمحكمة يعني أني ما أعرف بالضبط، بس هو كان أكو هيك يعني كشاهد أو ممكن المحكمة الاتحادية تستفسر من عندي طريقة يعني طيب. شلون صعدت أنا على المنصة أو شلون تم اختياري لقيادة الجلسة ممكن يعني.